السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دورة البروفايدر. طبعا هذا الدرس هو من أهم الدروس على الإطلاق بدورة البروفايدر. اللي بيفهم هذا الدرس بإذن الله ما رح يظهر معه أي أخطاء فيما بعد. اللي ما رح يفهم هذا الدرس وهو عم يشتغل لحاله حيظهر معه كثير أخطاء، لأنه هذا الدرس كثير مهم، هو مجال تأثير البروفايدر. هلا بهي الحالة مثلا أنا استعملت تشينج نوتيفاير بروفايدر، تمام؟ لاحظوا هي بتتكون من كرييت، من كرييت فيه الموديل اللي حنشتغل على اساسه، تمام، او الكلاس اللي حيكون اكستند من تشينج نوتيفاير بالكرييت. وتاني شيء للتشايلد، للتشايلد هون في فكره كتير مهمه، انا بقدر استعمل الكونسيومر بشرط ان تكون ضمن مجال للتشايلد، يعني ضمن هذا المجال. انا لا اقدر اصل لهي المعلومات، لازم يكون الكونسيومر، تمام، ضمن للتشايلد، مو شرط الكونسيومر، كونسيومر او سيلكتور او البروفايدر دوت اوف كونتكست او الكونتكست، هي اللي حنتحدث عنه بالفيديوهات القادمه ان شاء الله. بس الفكره انه مجال استعمال البروفايدر هو بيكون ضمن التشايلد الخاص بالتشينج نوتيفاير بروفايدر. اذا التشينج نوتيفاير بروفايدر مجاله هو التشايلد، اي كونسيومر خارج هذا التشايلد حيظهر لي خطا. على سبيل المثال لو انا استعملت تشينج نوتيفاير بروفايدر بمكان ثاني، وليكن على سبيل المثال مثلا بهذا الشكل، عفوا حناخذ مثلا التشينج نوتيفاير بروفايدر بهذا الشكل ونخليها مثلا هون بهذا المكان، تمام، نخلي السنتر. هلا السكافولد صارت فوق التشينج نوتيفاير بروفايدر، طبعا هون بعدل شويه تعديلات بس عشان نصلح الاخطاء. اوكي بهذا الشكل، تمام، بهذا الشكل. طبعا انا عملت كنترول اس وعملت هوت ريستارت وما في اي مشكله بفضل الله، كل الامور تمام. طيب سؤال، لو استعملت انا هلا الكونسيومر بمكان ثاني، وليكن على سبيل المثال انا حاستعمل الكونسيومر بهذا المكان، حاعمل كونسيومر، تمام، هذا الكونسيومر حيستمع للموديل مثل ما تعلمنا بالفيديوهات السابقه، تمام، وطبعا في بيلدر، وطبعا اللي هو في الكونتكست اللي نحن عارفينه، وفي الاوبجكت، تمام، وفي عندي ايضا للتشايلد، تمام، في عندي للتشايلد، تمام، وكل هذا الكلام طبعا حيريتيرن، تمام، تكست على سبيل المثال عشان الموضوع يكون واضح، انا مش عايز لخبطكم، يعني عايز الامور كلها تكون بسيطه. الموديل طبعا حاعرض فيه انا الدوت نيم بهذا الشكل، تمام، ملاحظوا اظهر لي مثل ما توقعنا خطا. ليش؟ ليش اظهر لي هذا الخطا؟ طيب سؤال، الموديل، تمام، اللي هي صح ولا لا؟ تمام، هل اول شيء بدي انظر له وين التشينج نوتيفاير بروفايدر؟ التشينج نوتيفاير بروفايدر هون. طيب سؤال، هل الكونسيومر المستمع للموديل موجود ضمن التشينج نوتيفاير بروفايدر؟ لا. ليش؟ لانه هي التشايلد الخاصه بالتشينج نوتيفاير بروفايدر، شايفين؟ والكونسيومر وين؟ خارجه. اذا حيظهر عندي خطا بهذا الشكل. هي نقطه كثير لازم تفهموها. طيب لو رجعت التشينج نوتيفاير بروفايدر لخارج السكافولد بهذا المكان، تمام؟ لو رجعتها لهذا المكان، طبعا حالغي هون، حاعمل هون قوس اضافي بهذا الشكل، طبعا بهذا الشكل حيتعالج عندي الخطا. لاحظتوا كيف؟ ليه تعالج الخطا؟ لانه صارت الكونسيومر ضمن التشايلد الخاص بالتشينج نوتيفاير بروفايدر. لو اوضح لكم الموضوع اكثر، تمام؟ لو اخذنا هي الرسمه اللي بتعبر عن البروفايدر على سبيل المثال، تمام؟ ركزوا معي يا شباب، انا لنفرض استعملت التشينج نوتيفاير بروفايدر بهذا المكان، حلو؟ طبعا حنختار، نشوف اذا فينا نختار لون ثاني. طب اوكي حنستعمل هذا اللون ما في مشكله، او حاستعمل اللون الازرق افضل حتى يكون الموضوع اوضح بالنسبه لكم. لو استعملت انا التشينج نوتيفاير بروفايدر بهذا المكان، انا بقدر استعمل الكونسيومر باي مكان ضمن هي الويدجت، تمام؟ طبعا مو شرط الكونسيومر، ممكن استعمل السيلكتور، ممكن استعمل البروفايدر دوت اوف كونتكست، اي خاصيه من خواص البروفايدر انا بقدر استعملها ضمن هذا المجال. ليش؟ لانه صار التشينج نوتيفاير بروفايدر هو اب، تمام، لهي الويدجت ببساطة شديدة. طيب سؤال، بهي الحالة أنا فيني أصل للمعلومات من هي الويدجت؟ لا. ليش؟ لأنه هي الويدجت خارج مجال تشينج نوتيفاير بروفايدر. لوضح لكم الموضوع أكثر عشان اللي ما فهم يفترض هلا يفهم 100%. كل ويدجت بفلتر هي عبارة عن صندوق، تمام، بتحتوي على ويدجت أخرى، صح ولا لا؟ متفقين معي بهي النقطة. لو أنا استعملت التشينج نوتيفاير بروفايدر بهذا المكان اللي هو طبعا خارج الويدجت الأب، فانا اكيد بقدر اصل للمعلومات من الويدجت الابن، لنفرض انه هي المعلومات هي مثلث، تمام، فانا بقدر اصل لهي المعلومات من الويدجت الابن اللي هي المربع الصغير. طيب سؤال، او ناخذ مثال اكبر من هيك، ناخذ مثال اصعب من هيك حتى يكون الموضوع واضح. طبعا الامور كلها ان شاء الله بسيطه، ما في شيء معقد.
لنفرض عندي ويدجت بهذا الشكل، هاي الويدجت لنفرض كولوم، طبعا الكولوم نحن بنعرف انها بتقبل شيلدرن فعدة ويدجت اخرى، هعمل ويدجت تنتين تمام ثلاثة تمام أربعة، سواء هاي الويدجت ممكن تكون كونتينر، ممكن تكون كارد، ممكن تكون أي شيء من الويدجت الموجودة بفلتر، تمام. وعندي ويدجت تاني على سبيل المثال اللي هي رو، تمام، كمان فيها مجموعة ويدجت، تمام، وممكن كمان أيضا يكون داخل الويدجت اللي داخلها في ويدجت عادي ما في أي مشكلة. ولنفرض إحنا استعملنا التشينج نوتيفاير بروفايدر بالكولوم هاد، تمام، فأنا بهي الحالة بقدر أصل للمعلومات اللي هي طبعا لنفرض مثلث بهذا الشكل، بقدر أصل للمعلومات من أي ويدجت من هي الويدجت، تمام، من دون أي مشاكل. بالإضافة إلى أيضا إن فيني أصل للمعلومات من الويدجت الكبيرة، لا تنسوا إنه حتى الويدجت الكبيرة هي أيضا بتقدر تصل للمعلومات. طيب سؤال، بقدر أصل للمعلومات من الويدجت هي؟ لا مستحيل، ليش؟ لأنه هي الويدجت خارج مجال تشينج نوتيفاير بروفايدر، تمام. يفترض هلا تكونوا فهمتوا الموضوع 100%، يعني اكثر من هيك ما عاد نقدر نوضح. طبعا الموضوع صعب بالرغم من التوضيحات اللي وضحتها، ولكن لتقدر تفهموا الموضوع اكثر لازم تقوموا بالتجربه العمليه لهي الموضوع. طبعا حنكتفي بهذا القدر لهذا الفيديو، بتمنى يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، بالتوفيق للجميع.